وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة. سعادة الوزير، بداية نرحب بك، وكما يعلم الجميع مملكة البحرين تحتفل بيوم الشباب البحريني في 25 من كل عام، وهذا العام يصادف أول احتفال ليوم الشباب في ظل دعم متواصل من قبل حضرة صاحب الجلالة حفظه الله للشباب البحريني. نود أن نتحدث عن هذا اليوم وأهميته أيضا. شكرا لكم. في يوم الشباب البحريني الأول يحصد شباب البحرين ثمار رؤية جلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه وتوجيهات جلالته بالاستثمار في الشباب، حيث ترعرع هذا الجيل الواعد في ظل برنامج جلالته الإصلاحي، ودائما ما يؤكد جلالته بأن شبابنا نصف الحاضر وكل المستقبل، وأن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار في الوطن. كما أن هذا اليوم يصادف ذكرى تأسيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الذي أسسه جلالته في عام 1975، وهذا اليوم فرصة لتسليط الضوء على الشباب البحريني المنجز والمتألق الذي حقق الإنجازات لا سابق لها في المنطقة. نعم. طيب سعادة الوزير، هل لك أن تحدثنا أيضا عن دور الحكومة الموقرة في دعم القطاع الشبابي، وأيضا كيف هي قيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لملف الشباب في مملكة البحرين؟ طبعا احنا اليوم نحتفل بيوم الشباب البحريني، بس ايضا نحتفل بحكومة رشيدة وضعت ملف شؤون الشباب كأولوية في قلب البرنامج الحكومي الذي يشرف عليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله ورعاه. ايضا نحتفل يحتفل الشباب البحريني بشيخ الشباب ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانيه وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، الذي يقود ملف الشباب بروح الشباب وبطاقم من الشباب، واللي فتح لهم الفرص والبيبان وصقل مهاراتهم وابرزهم حتى ان اصبح الشباب البحريني نخبه شباب العالم، الى ان جعل سموه من البحرين عاصمه للشباب وواحه من الامل، حيث أصبح ملف الشباب البحريني حديث الساعة ومحط الأنظار من قبل مختلف دول العالم، وأننا على يقين تام بأن الشباب البحريني سيواصل في المسيرة الإنجاز والتألق، وسيواصل في تمثيل مملكة البحرين خير تمثيل. طيب سعادة الوزير، كونك الوزير المعني بالشباب والرياضة في مملكة البحرين، ما هي رسالتك الشخصية للشباب في يومهم هذا؟ والله رسالتي أنا الشخصية أن البحرين دائما وأبدا فخورة بشبابها، البحرين غنية بشبابها، البحرين مقتنعة أن شبابها منجز وواعد، وإحنا دائما نردد مقولة القيادة بأن البحرين آمنة أن شبابنا معدنهم ذهب، وأن الاستثمار والرهان عليهم مضمون. فاليوم نحتفل إحنا بشبابنا، وللأمانة إحنا نحتفل اليوم وكل يوم بهذول الشباب، فهم رفعوا راية البحرين عاليا في جميع المحافل وفي جميع أركان العالم، وحملوا معاهم نشيدنا الوطني وعلمنا ورسالة السلام والتعايش والعروبة والقيم العالية. فلهذا السبب أنا أقول لهم كل عام وأنتم بخير، والكل عام والبحرين بخير إن شاء الله. إذن سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، شكرا جزيلا لك.